السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، اليوم سنتعلم الحركة الثانية وهي حركة الضمة. Today we will learn the second one، حركة الضمة. حركة الضمة هي عبارة عن واو صغيرة فوق الحرف، نضم فمنا عند نطقها. We put it above the letter. The sound of letters with حركة الضم. Let's read it together. O, bu, tu, thu, gu, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, su. Du, tu, zu, u, gu, fu, ku, ku, lu, mu, nu, hu, wu, yu. تأكد من مشاهدة الفيديو السابق لأننا سندمج حركة الفتح والضم سويا. Make sure you watch the previous video because we will mix between حركة الفتح والضم. You can find the link in description box. واحد مو دو نو مو دو نو. Read it quickly. مو دو نو. Cities. اثنان او ذو نو او ذو نو اذنو ear. ثلاثة خو لو كو خو لو كو خلقو moral. أربعة ما تا رو ما تا رو مطرو rain. خمسة ك بو ر ك بو ر ك بو ر bigger. ستة ص غو ر ص غو ر ص غو ر ص غو ر smaller. سبعة قاروبة 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 close. تمانية ب عو د ب عو د بعودة far away. تسعة سهولة 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 easy. عشرة صعوبة 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 difficult. مراجعة review. مدن أذن خلق مطر. The opposite words. كبر صغر بعد قرب سهل صعب. هيا نكون جمل بكلماتنا السابقة. Let's make sentence with our vocab. Let's start. اقرأ الجمل الآتية. Read the following sentence. واحد Pause the video and try to read it. Check your answer with me. أكل وشرب الولد ثم كبر ثم then. اثنان لعب وجري
وضحك. و and. ثلاثة سمع المطر في المدن في إن. أربعة بعد وجلس وحزن. Good job, you did it. Let's read it together. أكل وشرب الولد ثم كبر. لعب وجري وضحك. سمع المطر في المدن. بعد وجلس وحزن. Word is from this video and use them and leave comments. Don't forget to subscribe, to follow me and watch my new videos.